بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي، أهلا بكم في قناة أخبار خفيفة. إزاي تروح السعودية ترانزيت؟ أعرف أسعار الطيران والفنادق في الإمارات وعمان والأردن. مع إعلان المملكة العربية السعودية عودة الطيران مع مصر، بدأ العديد من المصريين في البحث عن شروط وأسعار السفر إلى السعودية، ورفعت السعودية تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح خلال داخل المملكة قبل مغادرتهم. واشترطت المملكة على الوافدين من الدول التي رفع الحظر عنها الحصول على شهادة البي سي آر لغير السعوديين والحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة على جميع العائدين من الدول التي رفع الحظر السفر عنها. وعلى الصعيد المصري، طرحت شركات السياحة والسفر أسعار ورسوم برنامج السفر إلى السعودية عن طريق دولة أخرى مثل الإمارات وسلطنة عمان والأردن ترانزيت لتسهيل إنهاء إجراءات الراغبين في السفر إلى السعودية. ونرصد لكم في هذا الفيديو أبرز الأسعار على النحو التالي. أولا الإمارات، البرنامج الأول بسعر 10,700 جنيه. السعر يشمل التأشيرة وتذكرة الطيران والتأمين الطبي بي سي آر في الإمارات للانتقالات من وإلى المطار. البرنامج الثاني بسعر 14,900 جنيه مصري في الفندق و 13,000 جنيه في الشقق. السعر يشمل تأشيرة دخول الإمارات، التأمين الطبي، تذاكر الطيران القاهرة الإمارات السعودية، تذاكر الطيران برج العرب الإمارات السعودية، الإقامة في فندق 16 يوما و 15 ليلة، الانتقالات من المطار للفندق والعكس، تحليل بي سي آر في دبي، علما بأن السعر للفرد في الغرفة المزدوجة أو الثلاثية ملحوظة. السعر لا يشمل تحليل بي سي آر داخل مصر والحجر المؤسسي. ثانيا عمان، طرحت شركات السياحة والسفر الأخرى عروضها أمام الراغبين في السفر إلى السعودية من خلال سلطنة عمان عن طريق مسقط، وذلك بسعر 13,000 جنيه مصري. البرنامج يشمل تأشيرة زيارة لسلطنة عمان، تذكرة طيران القاهرة مسقط، وحجر المنصة العمانية، مندوب استقبال مطار، الإقامة في فندق 3 نجوم أو شقق فندقية، وعمل تحليل بي سي آر قبل السفر إلى المملكة ب 48 ساعة، تذكرة طيران من مسقط إلى الرياض، جدة، الدمام. ثالثا الأردن، عودة المصريين عن طريق الأردن للإقامات من القاهرة عمان بسعر 13,500 جنيه. البرنامج يشمل السفر من مصر إلى الأردن طيران، السفر من الأردن إلى الدمام أو الرياض بالباص، الإقامة 15 يوم في الأردن في فندق 3 نجوم ثنائي وثلاثي، شامل التأمين الصحي ضد كورونا وعدد 2 تحاليل PCR عند وصول الأردن والتنقلات من المطار إلى الفندق. إنهاء إجراءات منصة الوصول إلى الأردن QR لإجراء فحص كورونا عند الوصول إلى المطار. التنقلات من المطار إلى الفندق مع إنهاء الإجراءات والموافقات الأمنية والتسكين من خلال موظف الاستقبال في مطار الأردن. ملحوظة، الأسعار لا تشمل تحليل PCR مصر. من ناحيتها، طلبت وزارة الهجرة من المسافرين الراغبين في تلقي اللقاح المعتمد بتسجيل بياناتهم واستيفاء الاستمارة المرفقة على الرابط، وسنترك لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو، موضحين خلالها مكان تلقيهم التطعيم الأول ووسائل التواصل معهم واستيفاء البيانات الأساسية بالاستمارة. كما أتاحت وزارة الصحة طريقة أخرى لتسجيل بيانات المصريين الراغبين في الحصول على اللقاح المعتمد عبر الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل بيانات الراغبين في الحصول على اللقاح عبر الرابط، سأترك لكم الرابط في صندوق الوصف أسفل الفيديو. متابعينا، لو أعجبكم الفيديو رجاء الاشتراك في القناة